لما كنت عم صور هيز اونلي سون، وحتى لما انعرض جرات قد ما في يفكر ما فكر بهالفكره، يعني ما اذا بدك ما اشوف قد ايه هذا الفيلم مهم وكبير لإلي. انا ما عندي مشكله اعمل شيء جريء ابدا بفيلم او مسلسل الرساله منه هاتفه وساميه وبتشبه انا شو بفكر، حتى لو الدور ما بيشبه. نيكولا معود، اهلا وسهلا فيك عبر ليالينا. اولا بدي اقول لك مبروك لكل مشاركاتك الدراميه وبالافلام، شاركت اخيرا بهيز اونلي سون، هالعمل الدرامي الكبير الاجنبي. اولا قد ايه هذا الموضوع بحط لك كثير كبير عليك كممثل لبناني شارك بعمل عالمي؟ بتعرفي لما كنت عم صور هيز اونلي سون، وحتى لما انعرض جرات قد ما في يفكر ما فكر بهالفكره، يعني ما اذا بدك ما اشوف قد ايه هذا الفيلم مهم وكبير لإلي، لانه وتعلمت شغله بالحياه سواء بمصر او بلبنان او بالولايات المتحده الامريكيه، دائما لما بدي اخذ عمل معين بقيم اذا بدك هذا العالم بحسب الاطار اللي هو فيه، يعني ما في هلا قارن مثلا عمل لبناني انعرض علي بيز اونلي سون، بقارن العمل اللبناني بالعمل اللبناني اللي موجوده، فبشتغل مع كل بلد كانه عنده اطاره الخاص اذا بدك، بس اكيد حملني مسؤوليه كبيره واكيد حملني ضغط كبير بمحل لحتى اقدر من بعده اعمل قصص نوعا ما اقل فيها تشالنج. طيب هلا اليوم فينا نعتبر انه حضرتك صرت ممثل عالمي، وكلنا بنعرف انه الاعمال العالميه مختلفه شوي عن الاعمال العربيه بالجرأة، قد ايه ممكن انت كممثل اليوم كممثل عربي تشارك باعمال او بادوار جدا جريئه؟ يعني شو مستوى الجرأه يلي ممكن انك توصله بمسلسلاتك؟ طبعا عم نحكي هون كادوار فيها ممكن تغير فيها ميولك الجنسيه، ميولك الدينيه، ميولك السياسيه الى اخره. رح لك شو، انا كممثل لما بشوف عمل معين او دور معين انا ولا مره بحكم على الدور المعين، انا بحكم على الرساله، يعني انا ما عندي مشكله اعمل شيء جريء ابدا بفيلم او مسلسل الرساله منه هاتفه وساميه وبتشبه انا شو بفكر، حتى لو الدور ما بيشبه، يعني انا في العب دور الشيطان بفيلم عم بتخلي الناس تقرب من الله، يعني ما بحكم الجرأة ما بشوفها حسب دور معين، بشوف حسب عمل معين. فأنا بالنسبة لي الحدود تبعي هو أنه ما بلعب أو ما بكون بارت من عمل بروج لشيء أنا ما بأمن فيه، هيدا الشيء الوحيد إذا بدك الخطوط الحمراء بالهيدا، مش الدور نفسه، هو العمل شو المسج عم يوصل منه. اليوم شفنا مدامتك معك، أولا خبرنا كيف هالزواج وكيف بنوتك الصغيرة. زواج حلو كتير إذا اخترت الشخص المناسب، وبنتي هي يعني هيك هدية كثير حلوة من الله بصراحة، هيك بشوفها. تختمها معك، شو عم تحضر نيكولا للمستقبل كأعمال درامية أو كأفلام؟ عم صور حاليا بمصر مسلسل الحشاشين، كتابة عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي، عم بلعب فيه دور عمر الخيام وكثير سعيد بهالتجربة. بدي أقول لك بالتوفيق ومبروك سلف على الجائزة. ثانك يو كثير، ميرسي، الله يبارك فيك.